السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ومميز مع خويا ياسين والجديد. هانتوما دائما الجديد في المحل ديال فيرست الكترو ريت اللي معروف الثلاجه التلفازه لي لافيسيل لي ماشينه لافي كلشي. ودابا فكرنا في الناس اللي خاصينهم الثلاجات هما كندير الصابون. اييه فكرنا في الناس اللي ولاتهم شدوا العطله ونصحوا جابوا لوقات مزيانه وبغاو يتهلاو فيها، جبنا دي بيسيكليت نورمال وجبنا واحد الالكتريك. بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش لومبوتياج وكيبغوا يديروا بلاصه وداك الشيء، جبنا لهم شي حاجه باش يتنقلوا. كاين عندنا لي بيسيكليت اللي كيوصل لوطونومي ديالهم حتى ل 100 كيلومتر، بحال مثلا هذه باغ اكزومبل، هذه بالنسبه لافيتيس ديالها راه حتى ل 30 كيلومتر، بالنسبه للاوتونومي ديالها راه حتى 100 كيلومتر، وحتى بالنسبه للكاباسيتي تشارج راه كتشد حتى جوج سوايع. كتكون تشارجات كومبلي جوج سوايع تقدر تشرب فيها 100 كيلومتر عادي تكلف في تشارج. دونك هادو كيتشارجاو بالضو اكزاكتومون. بالنسبه لهذه راه عندنا فيها ثمن حصري، الى شفتي معايا. لا بلاتي بديتي لي بهذه، نبداو بهذه ماشي واخا كاين غالي وكاين رخيص. هذه اللي شنو مخليها الى انتوما غويدا راه كبيرة ما شاء الله. حتى بالنسبة للشارج ديالها راه كثرناه، هادي كتبقى بثمن ديال 9900 درهم. 9900 درهم. لا مارك توريس ولكن راه بحال الموطور ديال تبارك الله. اها بالنسبة لكاليتا راه فيها 6 سنين ديال لاكاروش. 6 سنين ما شاء الله. اكزاكتومون. بالنسبة للوليدات الصغار عندنا هادي 2099 درهم. 2099 درهم تبارك الله ما شاء الله، يعني راها رائعه. هذا نشوف من الفيسي باش نعطيكم الارقام اكزاكت. على راحتك حيت على غير باش جديد جابت لا تكنيك ديال كل وحده باش نعطيك داكشي. اها كنحاول نوقف لك على السيت ديالهم اللي على برا، كنحاول نوقف ب 700 درهم 800. ها انتم يعني الناس اللي عارفين هاد سميتو غتعرفوا الاثمنه ديالها، هذا كيطلع وكيهبط ياك حيت بالي عالي بزاف. حسب الطول ديالك. اها دونك هذا راه كيطلع وكيهبط. ها انتوما حيت قلنا الوليدات وهي كتبان عاليه. هذا كذلك هو مثال، هي كامله راه كديمونطاج فيها. تقدري حتى في هاد شوفوا كتقدري تطويها. على حساب. ها انتوما ما شاء الله تخرجوها معاكم غير في الكوفر ديال الطوموبيل، رائعه حتى هي. هكذا الناس اللي مسافرين يعني كت نفس السيستم حتى الكبيره، راه حتى هذه نفس الديكور حتى هي كتطوى تتجمع. والله الا مزيانه هذه الفكره. اها دونك هانتوما كاين هنا واحد البوطون راه ساهله باش كتحلوها وكت الا بغيتوها كتجمعوها كتحلو هذه كتطوى. هانتوما تحل من هنا تحل من هنا. دونك غير داك البوطون كتضغطوا عليه كتحولها. هذه السكينه هذه كدير 6800 درهم، حتى هي الكتريك، لوطونومي ديالها حتى ل 80 كيلومتر في الساعه. تبع هذه شويه هذه عافاك باش تبان. كتشد حتى ل 80 كيلومتر عاد كديشارجا. بالنسبه حتى هي لوطونومي ديالها جوج سوايع. وبالنسبه للشارج انك تقدر تخليها تقريبا عندها معدل ديال ساعه ونص كتكون تشارجات. ساعه ونص اكزاكتلي. هادو راه بحال السي ديال الموطور صراحة. بحال الموطور. بالنسبة باش نعطيك الثمن ديال هادي كتبقى هاديك الأخرى اللي من لهيه. عافاك نحيدو هادي شوية باش تبان ليهم مزيان. بالنسبة لهادي باش تصور للناس لوطونومي ديالها 100 كيلومتر، بالنسبة لافيتاس 25 كيلومتر. بالنسبه لافيتاس 25 كيلومتر، بالنسبه للشارج 3 زور، وبالنسبه للباتري 36 فولت. وبالنسبه للثمن اللي هو اهم حاجه كتبقى 5900 درهم. 5900 درهم ولكن راها شي حاجه ما شاء الله. شوفوا كيفاش كتجي، يعني جو المحل باش تشوفوها مباشره. ها انتم لافيشور ديالها، هذا لاغيفاج راه جديد. وعندنا بالنسبه للناس اللي كتبغي شي حاجه عاوتاني ناقصه في الثمن، عندنا هذه حتى هي راه فيها ثمن مزيان. بالنسبه ها انتم كيفاش كتجي. بالنسبه لهذه هذه لوطونومي ديالها حتى هي 50 كيلومتر.
بالنسبه للفيتاس 25 كيلومتر في الساعه، بالنسبه للشارج ديالها 3 السوايع، بالنسبه للباتري ديالها 36 فولت. باش يعرفوا الناس ان الثمن ديالها نورمالمون 5200 درهم او برومو ديال 8000 درهم، غادي تبقى لك بعرض حصري ب 4800 درهم. ها انتم 4800 درهم، كيف شفتوا الثمن الاصلي ديالها اللي هو برومو، انتم كتاخذوا برومو زايده عليه. كيف كنقول لكم دائما جيو القناه وقولوا من طرف قناه نسمات جواهر باش تستافدوا من هاد العروض اللي كنشارك معكم. ياك تبارك الله ما شاء الله. مرحبا بكم. الهلا خطيك. بالنسبه للتوصيل حتى هما يتوصل ليك؟ التوصيل حتى هما ماشي مشكل، يرسلوا لكم السلعه ديالكم حتى لعندكم. بالنسبه للديزاين ديالهم راه ديال الولايات المتحده الامريكيه. ما شاء الله، لا شي حاجه زوينه كيبانوا، كيخدموا من بواحد لا فينيسيون مزيانه وكاليتي مزيانه، وحتى اي بروبليم راه ديبلاصو عندكم في اي مدينه وحلوا لكم المشكل ديالكم. سيرفيس بريفون ديالهم عندهم على 48 ساعه يكونوا عندهم. تبارك الله عليك. اهم حاجه هي سيرفيس بريفون. تبارك الله عليك. دونك كنتمنى هاد الاختيار يكون عجبكم. بالنسبه للناس ديال المحل، بالنسبه للناس الا كنتو جايين على الطريق ديال ولاد زيان كدوروا مع الشارع ديال محمد بوزيان اللي حدا الهودج العماله كيف ما كنقولوا، كتبقى جاي نيشان مع الشارع، كتلقى بالقرب مرقها الهودج، ان فوا كتفوتها كتلقى بنك افريقيا. بالنسبه للنعت ديالنا هو هذا. وبالنسبه لحاجه اخرى، بالنسبه ل راه تدخل غير المابس دير الكترو فيرست رايش، غادي يطلع لك العنوان ديال المحل اللي يجيبك عندنا حتى للمحل ان شاء الله.